اوكي يلا نقول سوا، يلا يلا. نبتدي. ابتدي. أعجب رأيي أن أبذل جهدي في أن أقوم بما يجب علي نحو الله ثم الوطن، وأن أساعد الناس في جميع، وأن أعمل بقانون الكشاف. وأن أعمل بقانون الكشاف. أوكي ممتاز. حفظت يا مروان؟ أنا حفظت. عملت كده ده اللي حفظته. ولا كمان. خليني أقول لك إن يعني يمكن البوزيتيف إنرجي اللي موجودة عندهم برضو موجودة على السوشيال ميديا من خلال الناس اللي حضرت الكشافة برضو قبل كده. احنا سألنا الناس عن الحياة الكشافة وعن القيم اللي بيتعلموها، فجاء مثلا حازم بيقول ان هو عنده 24 سنة، وان من الحاجات اللي هو ندمان عليها في حياته ان هو ساب الكشافة وهو في ثانوية عامة لانه كان بيستفيد منها جدا. وهو بيقول كمان انه اهم قيمة ممكن حد يتعلمها في الكشافة هي التعاون والمشاركة. في سامر بيقول ان هو كان لغاية سنتين من سنتين كان مشترك في فريق الجواله في الجامعه، وكان بادئ في النشاط ده من هو صغير، ورايه ان شخصيته عمرها ما كانت هتبقى بالشكل الحالي الا عن طريق كشافه. وفي برضو من البنات برضو اللي معلقين، سلمى بتقول ان عندها 16 سنه وبدات رحلتها مع البراعم والمرشدات من سن 7 سنين، وشايفه ان الاعتماد على النفس وتنميه الثقه في نفسها كان من اهم المميزات اللي هي كسبتها من التجربه دي. ويمكن زي ما احنا شايفين من بوزيتيف انرجي من هنا ومن هنا، يعني خلينا نقول ان احنا بننصح فعلا كل اب او كل ام عندها اولاد ونفسهم ان هم ينضموا للكشافه، ان هي شايفين ان هي فعلا حاجه حلوه وبتغير في حياتهم فعلا. صح، جدا. 100%. شكرا لك مروان، ودي اشكركم ضيوفنا الكرام. اهلا وسهلا فيكم. خلينا نقول حاجه اخيره. اتفضلي. خلينا اقول لك ان الكشافه، بقول كل ام واب دلوقتي شايفيننا، بقول لهم لازم ينضموا للكشافه، لان هي بتنمي الاعتماد على الذات، الثقه بالنفس، الاستقلال، انه يطلع انسان نافع ليهم اولا ثم للمجتمع كله، وبيساعدهم هيدا الشيء يسيطروا حتى على غضبهم. صح. طبعا طبعا. هلا الاشخاص اللي عندهم مشكله مع الغضب وما بيعرفوا كيف يسيطروا على غضبهم، رح ايديكم تتابعونا بعد الفاصل، لانه الحل رح بيكون عنا. خليكم معنا.